ألواح الطاقة الشمسية تنتشر بشكل متزايد في شوارع حمص في سوريا هذه الأيام، حيث يسعى الناس لتخفيف أزمة الكهرباء التي يعانون منها أيام معاناة. من رحم المعاناة يولد الأمل، هذا ما جسده حال أهالي منطقة الحولة بمدينة حمص السورية، الذين لم يجدوا ما يخفف عليهم أزمة انقطاع التيار الكهربائي سوى شمس مدينتهم الحارقة. منطقة الحولة بنعاني من أزمة الكهرباء، فنحن كمصالح في منا كثير بتحتاج للكهرباء، اضطرينا نحن أنا كمصلحتي هون بالجبن والألبان والبارد والبوظة، اضطريت استعين بشيء اسمه طاقة شمسية اللي هي عبارة عن ألواح طاقة مصنوعة من الجيل، اللوح بيخرج 150 أمبير، مع الألواح المضطرين مضطر نجيب بطاريات، بطاريتين جيل 100 100 مع رافع جهد. الأمر لم يختلف بالنسبة لمحمد هرموش أحد ساكن البلدة القديمة، الذي وصف أيامه بأنها كانت طويلة جدا ومملة قبل أن يهدى لفكرة تركيب ألواح الطاقة الشمسية في منزله. اضطرينا نجيب اللوح الشمسي لتساعد الكهرباء في شحن البطارية واستخدامه للأغراض هاي المنزلية. تعاني المناطق السورية من دمار هائل في شتى مناحي الحياة بسبب الحرب التي أزهقت أرواح قرابة نصف مليون سوري وشردت نحو نصف سكان سوريا الذين يقدر عددهم بنحو 22 مليون نسمة.